إذا بتسمحي لي عهد من بعد إذنك نرجع إلى ذكرياتك عندما تم اعتقالك لفترة زمنية معينة داخل سجون الاحتلال قبعتي داخل هذه السجون وشكلتي علاقات وصداقات ما بين الأسرى القاصرات في منهم تم إخلاء سبيلهم أو تم تحريرهم مؤخرا وفي منهم ما زالوا موجودين لنا أكثر الحالة اللي عم بتعيشها الأسيرات القاصرات داخل سجون الاحتلال آه طبعا يعني أسرات بعانوا معاناة شديدة بالسجن وخاصة بعد نقلهم من سجن هشرون للدمون آه سجن الدمون بيعملوهم كأنهم أسرى جنائيات مش مدنيات لأنه بالأصل سجن مدني مش أمني آه حمامات برا الغرف البنت ما معها وقت تتحمم أو تأخذ راحتها أو تنظف حالها منيح آه كمان بحاسبوهم ممنوع بنت تمشي حافية ممنوع بنت تحكي بصوت عالي إنه بضغطوا عليهم كاميرات فوق راسهم طول الوقت إنه بالساحة يعني بدهم شعرهم بده يتعرض للشمس لو شوي بس في طول الوقت كاميرات اللي بتمنع عنهم هالإشي وإنه ياخذوا راحتهم إنه كقاصرات كمان فيش تعليم إنت يعني بتحكي. كنا يعني ناخذ التوجيه بالموت انه كثير يعني بطرق مباشره وغير مباشره يحاولوا انه انه يعطلونا عن انه نكمل تعليمنا آه. مع هيك تحدينا وسكرنا الغرف وامتنعنا عن انه ناخذ اكل عشان نفتح الصف لما سكروه يعني احنا زي كانه مستغنيين عن غرفه كامله اللي بتخفف أزمة البنات اللي, اللي كد ما بدخل بنات على السجن وإحنا بننحشر كلنا بغرف صغيرة عشان نعملها صف ندرس فيه مع هيك يجوا يسكروها وإحنا بوقتها إنه رفضنا نأخذ وجبات الأكل رفضنا نطلع من الغرف وعملنا إضراب احتجاجا طبعا على منعكم من التعلم طبعا احتجاج وكانوا يعني بكثير طرق انه بالكانتين نعم. ما يجيبوا دفاتر يتعمدوا ما يجيبوا كلام اللي احنا نقدر نتعلم كمان المناهج الفلسطينية هاي مناهج اللي بالسجن عندنا مهربة كانوا الاشبال اللي قبلنا مدخلينا وبس دخلوا على سجن ثاني تركوهم للبنات فيعني حتى المناهج اللي كنا ناخده كان منهاج اقدم من اللي هو هسه نعم فيعني في كثير تحدي داخل السجن لكن على الرغم من كل ذلك استطعتي انك تحصلي على شهاده الثانويه طبعا كان في تسع بالسجن. كان في تسع بنات اللي بقدموا التوجيه وكلنا شاء الله. نتفوقنا ما شاء الله ونجحنا وقدرنا انه نتحدى السجن وكل ظروفه ونحول السجن لمدرسه ما شاء الله ما شاء الله أه يعني انت بديش انا بالنسبه لي ويمكن لكثيرين انت مثال محترم ومثال يحترم ايضا وبتشكرك على هاي الفسحة اللي أعطتنا إياها اليوم لنتعرف على ثقافة الأسر وثقافة السجن وأعتقد هاي الروح وهذا الشعاع اللي نابع من الحق أعتقد سيبقى يعني شوكة في حلق الاحتلال بدي أتشكرك باسم حلوة يا دنيا وباسم رؤيا وباسم كل المحترمين في هذا العالم <applause> لأنك فعلا يعني تدافع عن قضية يعني مهمة قضية فلسطين قضية العرب المركزية قضية إنسانية يعني عميقة وإن شاء الله أنه يعني الاحتلال إلى زوال لأننا نؤمن, نؤمن بذلك وفقط أني أذكر لكل من يرغب بأنه يلتقي بعهد التميمي هذه الشابة العربية الفلسطينية وضعتنا في جزء يسير من, من هذه التجربة وهذه المعاناة راح تكوني في النادي الأرثوذكسي يوم السبت إن شاء الله غدا الساعة 6 بدعوة من نادي الارثوذكسي طبعا عبدون وبتنظيم من اللجنة الثقافية كل امنيات التوفيق لك ولهم وان شاء الله نجلس امامك وانت محامية في الق... يعني متخصصة في في القضاء الدولي وان شاء الله انك بتحققي امنياتك وبتكون فلسطين محررة قولي يا رب ان شاء الله ان شاء الله شكرا عهد شكرا اهلا وسهلا فيك